كالعاده وكل سعاده الناس كلها سابت ماتش ليفربول وسابت كل الانشيلوتي والتكتيك اللي كان بيعمله 4 4 2 ووقوف كاليخون وانسيني وحالاتهم الدفاعيه اللي بيضموا عشان الفرقه كلها تبقى بكتله واحده وتعرف تقفل مساحات وتعرف تقفل اطراف ليفربول، وركزت مع لقطه الدقيقه 55 لما ماني ما اديش راس صلاح. في البدايه معاكم اسلام حنفي فيديو كان اسمه مع اسلام، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه، ولو ما عجبكش الفيديو نتناقش باحترام تحت. اعتقد ان الفكره كلها لو الكوره ما كانتش مع ساديو، لو الكوره كانت مع روبي فيرمينيو وروبي فيرمينيو هو ما رضيش يباص لصلاح، هل كانت تحسب كل الضجه دي؟ ما اعتقدش، بس المشكله ان ده ساديو والمشكله ان ده صلاح. يعني لو صلاح كان الناحيه الثانيه هو اللي معاه الكوره وما رضيش يباص لساديو كنا مش هنسمع الكلام ده، او كنا هنسمع مبررات ودفاع عن صلاح ان صلاح كانت فرصته اقرب وتحديدا ان هي كانت على شماله، وهتلاقي ناس بتجيب لك لوغاريتمات كده عشان تبرر موقف معين، بس عشان ساديو عشان ده افريقي وملوش فانز كتير عندنا في العالم العربي فخش ساديو شمال ولبس ساديو اللي هي لبس ساديو المباراه. سيبك بقى من ان نص ليفربول وخط منتصف ليفربول كان بادي فيه فابينيو وهندرسون وجيبس ميلنر، ثلاثه ما ينفعش انت تلعب بيهم قدام نابولي لو انت رايح تهاجم، بس مش مشكله ركز في لقطه الدقيقه 55 وهتلاقي ساديو هو سبب الخساره. طب هل ساديو فعلا هو سبب الخساره؟ في الحاله العاديه ممكن تقول ان لاعب فكر تفكيرين وان هو فكر يباص. في الحالة العادية والطبيعية بتقول إن عادي لو لاعب فكر تفكيرين في كورة معينة يا يشوط يا يباصي، بس في الحالة دي الخيار مش مسموح إن أنت تقول نفس الجملة دي، لأن الخيار في الجملة دي اللي كان عنده أفضلية كان محمد صلاح إن أنت تباصيله، فلو قلت أي حاجة غير كده يبقى هتتسلخ يا معلم. طيب هو ساديو فعلا قصد ما تباصيش؟ الله أعلم إن محدش هيخش في نوايا ساديو، بس أعتقد إن ساديو زي أي حد بيحب يجيب أهداف وبيحب ياخد الشوط الأخير فكر ان هو يعدي او يخش لجوه او يقطم او اي تفكير في دماغه غير ان هو يباص لصلاح، لان في لعيبه كتيره بتحط عينيها في الارض في الحالات دي وما بتبقاش مركزه غير ان هي تعدي واحد على واحد. بس المشكله لما ساديو رفع عينه وفكر يباص لصلاح بصها سيئه جدا، فالناس قالت لك بس هو قاصد يباصها له وحش عشان صلاح بساديو بيغير من صلاح والعيال دي من نفسنا وحط على بعض. طب يا حبيبي طب انت لعبت كوره قبل كده؟ طب لعبت كوره قبل كده وعرفت ان انت هتبقى حاله من حالتين، يا لعيب حاطط عينيك في الارض دايما وبتفكر انت تعدي واحد على واحد، يا لعيب دايما كل فكرتك ان انت تباص عشان تخلص من الكوره. هي الكوره كده يا حبيبي وهي الكوره اسلوبها كده، يا انت لاعب مهاراتك الفرديه عاليه جدا وبتفكر تعدي واحد على واحد كتير وخيار التمرير مش بيكون متاح كتير قوي عندك، يا اما بتكون واحد عايز يخلص من الكوره بس وهي الكوره كده، او مش عايز اخد واحد بيعمل بساط حراريه وابن ساديو بيعمل بساط حراريه وتحديدا في اثنين على واحد. اللقطه كانت مغريه جدا لان ساديو كان ممكن يعمل فنت واللاعب يطير وساديو يجيب جون وساعتها الكره دول ساديو هو اللي كسب الفرقه، بس عشان ساديو بصاها غلط وبصاها وحشه دخلت له في النوايا. اعتقد ان اسوء حاجه في الكوره ان انت تخش جوه نوايه لاعب وتقول ان ده بيغير منه وده حاقد عليه. الغيره في الكوره موجوده بالاثنين بين ساديو وصلاح، ودي حاجه قلناها قبل كده وبنكررها 100,000 مره. طول ما الفرقه دي ملهاش كبير وملهاش اسم مميز جدا جوه الملعب كل الفرق بتلتف حواليه، فكل الفرقه هتبقى بالنسبه لها المنظومه رقم واحد. بس لما المنظومه رقم واحد دي يخش فيها عناصر زي الاعلام والسوشيال ميديا وكلام الناس الكتير في تحديد مين نجم الفريق، فالمشكله بتبدا تظهر وكل اللعبكه اللي احنا فيها دي بتبدا تظهر. بكرر لك نفس السؤال تاني، تفتكر لو ساديو ما كانش ساديو هو اللي معاه الكوره وكان صلاح هو اللي قدامه، لو ما كانش لو كان ميلنر مثلا كنت هتقول نفس الجملة؟ طب لو كان فينازوم أو لو كان هاندرسون أو لو كان فابينيو كنت هتقول نفس الجملة برضو إن ده بيغير من صلاح؟ أعتقد إن دي معضلة واتقالت كتيرة قوي في مصر إن أي حد مش بيباص لصلاح فده بيغير منه وما بيحطش حساب إن دي كورة وإن ده لقطة، كل واحد بيبقى عايز يكسب الفريق وكل واحد بيبقى نفسه إن هو يطلع من المباراة كسبان والفرقة بتاعته تطلع كسبانة، لأنه ما فيش لاعب بينزل الملعب عشان يطلع خسران. بس للأسف الشديد كعادة المصريين احنا بنركز في الهيبه، احنا بنحب الحاجه الهايفه وبنركز فيها، اللي هو احنا صلاح ابننا وصلاح ده واحد مننا واي حد يجي عليه يبقى خلاص تعالى هنا تحت اي سكينه عندنا وهتتذبح. اعتقد ان فكره ان ساديو غيور واناني دي مش فكره منطقيه. ساديو ممكن يكون بيغير من صلاح اه، بس ساديو اناني لا، الموضوع صعب لان ساديو بيعمل اسيستات كتيره جدا وكان بيعمل اسيستات لمحمد صلاح بعد اللقطه بتاعت المباراه الاخيره، فطبيعي ان ساديو يعمل كده، طبيعي ان ساديو ما يباصوش، طبيعي بس هنخش نرجع تاني بنفس المعضله، هما الاثنين بيغيروا من بعض، هنرجع بنفس المعضله بتاعت الاول. ساديو فعلا كان باصها لصلاح كويس وصلاح كان لعبها والجول صدها، كان هيبقى ايه رد الفعل؟ طيب ايه مثلا كان ساديو باصها له وجت في العارضه؟ كل اللي انت بتقوله ده عباره عن فرضيات وافتراضات والكوره بيبقى فيها بس جزء من الثانيه ساديو بيفكر فيه، هعدي ولا هشوط ولا هباصي؟
المشكله ان انت قاعد في بيتك على جنب التكييف ومشغل التكييف وانت خد تتفرج على الماتش بقى، ما بتحكم وانت قاعد في البيت بقى يا برنس. انما لو انت جوه الملعب وقدامك لقطه زي دي اعتقد ان انت نفسك هتقعد تتروش، اباصي ولا شوط ولا اعمل ايه. هي المشكله الاحكام المسبقه يا صديقي، والقعده قدام التلفزيون غير النزول جوه الملعب وخلق الفرص وخلق المساحات وخلق كل حاجه. الفكره ان انت بتحكم على حد هو افضل منك لان هو مشارك في الحدث، وانت قاعد على السوشيال ميديا مستني سامي يغلط او مستني صلاح ما يبصيش او مستني اي حاجه عشان تطلع وتعمل ترند وتقيس في الهيصه. اعتقد ان انت لو حكمت على اي حد من لعيبه ليفربول فلازم تسقف للعيبه دي، لان اللعيبه دي حققت اعجاز السنه اللي فاتت فوز بدوري الابطال واللي كان فيه المنظومه مكتمله. طبيعي ان الفرقه يحصل فيها انشقاقات داخليه، بس انا مش طبيعي ان انت تقعد في كل شويه مركز مع لاعب معين بس لمجرد بس ان اللاعب ده ما عندكش اتفاق معاه، او انت مش حابه، او انت مش بلعه، او انت شايف ان هو خطر على اللاعب بتاعك لانه ده ابن القاره بتاعته اللي احنا قلناها قبل كده. لو ساديو ما كانش افريقي ما كانش هيبقى عنده كميه التركيز العالي من المصريين، بس للاسف الشديد زيه زي اي حد المصريين هيركز معاه وهلاقي له اي حاجه مربوطه بيها. احنا كده لما بنحب نشيطن حد من شيطانه، لما بنحب نغلب حد بنغلبه. انا فاكر ان احنا اكتر ناس كنا بندافع على ساديو ماني في بطوله امم افريقيا كنا بنقول ده المتواضع الحقيقي وده الطيب الحقيقي وده اللاعب الحقيقي اللي يستاهل ان الكره تقف جنبه، بس دلوقتي لان احنا كلامنا بتاع امبارح ما بيبقاش كلامنا بتاع النهارده. فلو فاهم ان الكره بتاعت ساديو بس هي اللي خلصت الماتش فيا صديقي العيب فيك، لان خط نص ليفربول محتاج تدعيم، والعيب على مستر مدرس الالعاب اللي ما جابش اي تدعيم. في النهايه لو عجبك الفيديو دوس لايك اعمل سبسكرايب.